ينبغي أن نعرف ثمرات هذا العلم بالله والتعرف على أحكامه وعلى عاقبة الصالحين والمفسدين وحفظ الشريعة حتى لا تندثر وتحصيل الأجر وسبب طرد الشيطان وزيادة الإيمان ومن أسباب المغفرة والتثبت في كتاب الله تثبيت خشية النسيان وضبط التلاوة والتخلق بالقرآن واستخراج كنوزه وربط القرآن بالواقع، وهذه من أعظم الفوائد، من أعظم فوائد المدارسة ربط القرآن بالواقع. يعني أحياناً إذا أتيت بالآية في موضعها كأنها أنزلت عليك الآن. يعني يجي حدث معين فيأتي واحد يقرأ الآية الآن، مثل ما قرأ أبو بكر عليهم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم الصحابة، ما صدقوا، هول الصدمة. النفوس أول ما يأتيها الخبر الصاعق تكذبه، ترفضه. لا، ما مات، صعد للسماء كما صعد عيسى، سينزل يقطع أيدي وناس وأرجلهم. جاء أبو بكر وقرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كأنها نزلت عليهم الآن، ما في واحد إلا يقرأها في شوارع المدينة. طلعوا، خرجوا من الصدمة. الآن حقيقة أمامكم، حقائق. والذي يريد أن يفتتن إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام غير فويل له. ثم ما يريد الإنسان، يعني يبتغي الإخلاص حتى ما يجي يوم القيامة يقول الله له: ما عملت؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقال: كذبت. تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار كما جاء في الحديث الصحيح. المدارسة تبعد الإنسان عن هذا، المدارسة تبعد الإنسان عن النوايا السيئة، عن الرياء. وإذا صار في يعني مدارسة مع قراء متقنين أو مع ناس عندهم علم بالقراءات الأخرى سيزيدك ثروة وثراء. ترى القراءات الثانية، يعني من فوائد القراءات أن تعطيك معاني أخرى صحيحة أيضا، ويفتح الله بها، ويفتح الله بها. وشتان بين من يجلس مع عالم للمدارسة وبين من يجلس مع جاهل. ولذلك قال أبو عمرو الداني تحت عنوان: القول في من لا يؤخذ عنه العلم، والعلم لا تأخذه عن صحفي، ولا حروف الذكر عن كتبي، ولا عن المجهول والكذاب، ولا عن البدعي والمرتاب، وارفض شيوخ الجهل والغباوة، لا تأخذن عنهم التلاوة، لأنهم بالجهل قد يأتون بغير ما يروى وما يروون. وكل من لا يعرف الإعراب فربما قد يترك الصواب. شوف ليش بعض الناس يعني يأتي لقوله: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. لو قال: إنما يخشى الله من عبادي العلماء، كفر، كفر. إذا صار الله يخشى، إنما يخشى الله مفعول به مقدم لفظ الجلالة، من عبادي العلماء فاعل مرفوع مؤخر. وهذا الذي يقودنا إلى قضية الاهتمام باللفظ والمعنى، وتفسير القرآن بالحق لا بالهوى، والابتعاد عن التأويلات الفاسدة، وترك القراءات الغريبة الشاذة. ولو صار في تخصيص لبعض السور بالمدارسة طيب، ولكن لا نعتقد أفضلية بدون دليل، لا نعتقد أفضلية بدون دليل، ولا نتنطع. وستبقى الدنيا ما بقي القرآن، فإذا ذهب القرآن فآذن بخراب الدنيا.